بالراس في جهة اليمنى، اسماعيل الحمادي يعيدها، سالم صالح الآن ممكن هذه للنصر، خطرة المحاولة لا زالت، الله جول أول لمصلحة النصر. النصر ينجح في تقليص الفارق عن طريق سيرجيو دوترا. عادت الآمال من جديد للعميد النصراوي. شوف المحاولة قوية يا سلام في المرمى، يعوض الخطأ اللي تسبب فيه من خلال الهدف الثاني ويسجل هدف تقليص الفارق للنصر. النصر يسجل الهدف الأول. تستمر المباراة في إثارتها.